سألني بعض إخواني يعملون في المقاهي، قال بأننا لا نستطيع صلاة الجمعة، فالسنوات التي قضيناها عمالا ومستخدمين في المقهى لم نصلي الجمعة قط، وحينما نريد أن نستأذن من صاحب المقهى يقول حتى العمل عبادة. لا إله إلا الله، فماذا نصنع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يمتلك المقهى في بلد مسلم لا شك أنه مسلم، والمسلم لا ينبغي له أن يضيع صلاة الجمعة، فهو عليه أن يصلي الجمعة، هذه واحدة. فإن كان لا يصلي الجمعة فهذه مصيبة، وإن كان يصلي الجمعة ويمنع الآخرين من صلاة الجمعة هذه مصيبة، لأن وقت صلاة الجمعة أي درهم يدخل إلى صندوقك فهو حرام، وإذا أدخلت الحرام على الحلال تهدم الحلال بالحرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فوقت أذان الجمعة إلى غاية انتهاء الإمام من الصلاة هو وقت حرم فيه العمل، بل إن العلماء يرون أن عقد الزواج بين الزوج وزوجته في هذا الوقت عند أذان صلاة الجمعة عقد لاغ والزواج باطل. هذا وقت ينبغي لكل المسلمين أن يكونوا متوجهين إلى رب واحد، حرم الله فيه العمل. كيف نعرف أن الأمة أمة إسلام؟ أنها وقت صلاة الجمعة تغلق جميع المؤسسات، ولكن ابتلينا في بلادنا أن الكثير من المؤسسات تظل وقت الجمعة مفتحة ويظلون يعملون عياذا بالله، والمقاهي مفتحة والأسواق مفتحة وأصوات الباعة ترتفع لكي تختلط مع الآذان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول لصاحب المقهى: إن المال الذي يدره عليك العمل وقت الصلاة حرام حرام حرام، وينضاف إلى مالك الحلال، وبذلك أنت تعرض مالك كله للمحق، يمحق الله الحرام. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والمال الحرام يقسي القلب ويحجب القلب عن الانتفاع بالموعظة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إخواننا هؤلاء الذين يلتمسون من صاحب المقهى أن يذهبوا للصلاة فتمر عليهم السنوات ما يصلوش، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك: من ترك ثلاث جمع بغير عذر طبع الله على قلبه. وانتم ما السنين هذه؟ يقول لي الدوام زيارة، وراك تعرف يعني عارف لي الدوام زيارة، لكن الرزاق هو الله. ولا يجوز لكم أن تطيعوا إنسانا يمنعكم من الصلاة، الصلاة حقكم، صلاة الجمعة حقكم. ولو كانت الدولة دولة إسلامية أي تطبق الإسلام، هي إسلامية من ناحية الدستور، لو كانت تطبق لما تركت أحدا يعمل وقت صلاة الجمعة، تحافظ على للناس على دينهم. أين المسؤولية الدينية لدولة الإسلام في إقامة شعائر الإسلام؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أين هذه المهام التي أنيطت وطوقت أعناق الذين إن مكنهم الله الممكنين؟ ها؟ أين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التكافل الاجتماعي؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ إنا لله وإنا إليه. فماذا تصنعون؟ طالبوا بحقكم وصلوا الجمعة، صلوا الجمعة، تمشوا للمسجد ويبلع القهوة وتمشوا للجامع، هذا هو الحل. ولا ما بغاش يبلع القهوة وما كاش اللي يعاونكم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا خير في عمل
يمنعك صاحبه من الصلاة والله قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أنت تخاف على الرزق، تخاف على الرزق. من ترك عملا لا يستطيع فيه تأدية الفرائض لله سيمتحن يبتلى، لكن الله يقيد له عملا أطيب وأبرك وأوسع مع الابتلاء طبعا لاختباره. فهذا الذي أقول لكم، الله هو اللي يرزق، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أستاذة لمادة الفلسفة في مدينتنا تحرضنا نحن التلميذات على خلع الحجاب، وتقوم بتشويهه تشويها كبيرا، وحصتها التي هي ساعتين كلها تخصصها في تحريض النساء والفتيات ضد الحجاب والتنفير منه، ثم تعطينا أسماء لنساء ورجال في اليوتيوب توجهنا للبحث عنهم للاستماع إليهم واتباعهم، وكل هؤلاء النساء اللائي تنصحنا بأن نباشرهن لكي نستمع منهن، أغلبهن علمانيات وملحدات وكافرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه أستاذة نتاع الفلسفة في إحدى المدن ذكرتها الأخت إن شاء الله الأخوات، بدل أن تدرسهن يعني المقرر نتاع الفلسفة، لأنهن سيمتحن في مادة الفلسفة، يا حسرتها، ساعتان بدل أن تنفقهما فيما أوجبت عليها المسؤولية وهي تدريس الفلسفة، تترك الفلسفة جانبا وتقضي الساعتين كلها في التنفير من الحجاب، تحرضنا على خلع الحجاب. الحجاب ليس إن شاء الله كذا، والحجاب والحجاب، وتشوهه وتصفه بأقذع النعوت، وتتهم المحجبات بتهم شتى، فتقضي الحصتين أو الساعتين في التحريض ضد الحجاب. إذن هذه إن شاء الله تبارك وتعالى أولا خرجت عن تأدية مهمتها، وهذه تسأل عنها. فلو أن التلاميذ ذهبوا إلى الإدارة واشتكوا بها، فبدل أن تقدم لهم الدرس الذي كلفت بتأديته في الفلسفة، هي تمشي تتكلم لهم عن الحجاب، وش جاب الحجاب لهذا الشيء؟ هذه واحدة. هذه ثانية، تحدثهم عن الحجاب وتحرض ضد الحجاب وتأمرون بخلع الحجاب. على ماذا تعتمد هاته؟ على ماذا تعتمد؟ فهي إن شاء الله تحرضهن ضد الحجاب. واسم تقول الحجاب، تقول مشيدين، هي تقول والعياذ بالله بغير علم، تقول لهم خلعوا الحجاب، واسم يمشي ويديروا يتعرّوا. يعني المقصود هو أنها تدعوهم عياذا بالله ليس فقط إلى خلع الحجاب، إلى خلع الحجاب وتبعاته السلوكية والفكرية والعقائدية، حتى تصل بهن والعياذ بالله إلى الكفر بالله تعالى وباليوم الآخر وبشيء اسمه الإسلام. ولذلك هي تنصحهن بأن يباشرن في اليوتيوب ويتصلن ويستمعن إلى بعض الأسماء التي تكتبها لهن
وغالبا هذه الأسماء هي للملحدات وللكافرات اللائي يقمن بتشويه الحجاب وبالدعوة إلى الإلحاد. إذن فهي داعية من الداعيات إلى جهنم. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه فيها. فهي تدعو إلى جهنم، تدعو إلى خلع الحجاب وإلى تشويه الحجاب وإلى الاستماع للكافرات والملحدات اللائي يشوهن الدين ويشككن بناتنا في هذا في الإسلام العظيم. شو أنت في الوقت الذي يدخل فيه الأوروبيون الإسلام أفواجا، في الوقت الذي نجد فيه رجال، وش هذه أستاذة، هذه مربية في دولة إسلامية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأستاذة أقل ما يمكن أن يفعل هؤلاء أن يشتكوا إلى الإدارة، هذه واحدة. ثانيا أن تفضح عن طريق وسائل الإعلام. ثالثا أن تبلغ جمعيات آباء التلاميذ لكي يصلها هذا الخبر. أولادهم المسلمين في خطر، أنا كان صفت ولدي المسلم يقرأ ويرجع لي من مدرسة بلاد مسلم يرجع لي ملحد ويشكك لي في الحجاب، ما هذا؟ إننا على خطر عظيم إذا لم نقم بفضح هؤلاء. وصلى الله على حبيبنا محمد.